جيجي وإناس كل يوم الصبح يروحوا النادي عشان يمشوا في التراك، بيحافظوا على صحتهم، ربنا ياخدهم هما الاثنين. إناس جيجي هتقابلهم انت صدفة في التراك، بس قبل ما تسلم عليهم لازم تخليهم يشوفوا العربية اللي انت راكبها. ايه ده؟ معقولة؟ ده انا حظ حلو بقى. هاي علاء ازيك؟ انت بتيجي النادي؟ قليل جدا، مع انه عضو قديم هنا ابا عن جد. اصل جد وعز باشا هو اللي باني النادي ده. بس انتوا بصراحة بقى كده هتشجعوني على المشي. اصل اللي كان مخلينا كسل ان ما حدش بيمشي معايا. معقول؟ علاء عز مش لاقي حد يمشي معاه؟ لا، ما هو مش اي حد برضو. اللي يمشي معاه ده لازم يكون له مواصفات خاصة. يمشي معاك ازاي يعني؟ لا انا قصدي في التراك والله. امال ايه العربية اللي معاك دي؟ انا ما شفتكش راكبها قبل كده، دي جديدة؟ يعني من يومين تقريبا كده. دي ما فيش منها غير 3 4 في مصر. اصل بصراحة بقى بيني وبينك، يعني الواحد ما كانش يمتع نفسه هيعيش ليه؟ وانا لا عندي لا زوجة ولا عندي عيل ولا حاجة، يعني بطولي. طب ما تشد حيلك كده بقى بدل ما تقع من طولك وانت مش قادر تمشي. يلا يا ست ايدي على كتفك. ايه عندك عروسة هتخليني امشي؟ لا خلاص انا بطلت، اعتزلت، لا بتجوز ولا حتى بتدخل في جواز. ايه ده حمادة؟ حمادة خلاك التوبي ولا ايه؟ ما تفتكر لنا سيرة كويسة بقى، هي مش ناقصة. يقول لي حمادة كم؟ مش انا لسه مقابل حماده امبارح؟ وقال لك ايه بقى؟ والله العظيم لسه بيحبك. بس بس قلبك ابيض. بيحبها ازاي بس يا علاء؟ ده شتمها وبهدلها، بعلها المحل وعايزه تشغله لعب اطفال برضه. قفلي على السيره دي بقى يا جيجي. محل ايه؟ انتوا بان عليكم هبل انتوا الاثنين. وحماده ده يفرق معاه محل؟ ده ماما نونا جايبه له كده لعبه، حاجه يلعب بيها باسمه ورايح الشغل وجاي من الشغل. هو كان حيلته غيره. هو عمل الشوية دول عليك انت كمان ولا ايه؟ الله العظيم حمادة ده مش ممكن، عمره ما هتغير. شوية ايه؟ ده كان عليه 1,200,000 جنيه للضرايب، كان هيموت هو ومامته. مليون ايه؟ يا صاحبتك دي عبيطة ولا ايه؟ ده عنده أراضي في حلوان ب 150 مليون جنيه. ده نص حلوان كلها بتاعته هو وماما نونة. انتوا ايه؟ ما شفتيش الأراضي بتاعتهم؟ راضي ايه بس يا علاء؟ انا عارفاه كويس، تلاقيهم ضيعوا كل حاجه. هو قالك كده؟ علاء بصراحه كويس انك خلصت منه، ده كان داخل عليك بنيه وحشه قوي. وما قالكيش على الشركه؟ شركه؟ هو كمان عنده شركه؟ مجموعه شركات عزه. انتوا ايه ما تعرفوهاش ولا عمرنا شفناها؟ لا انا بقى ما احبش كده بصراحه، انا راجل مبدئي، واما بنعمه ربك فحدث. علاء انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لو عايزة تتأكد انت كمان تعالى اوريكي. والله العظيم حمادة ده طلع نمرة، الحمادة هيحتاس في 1,000,000 جنيه. أمال اشترى القصر من نوال ب10 مليون جنيه ازاي؟ اشترى القصر؟ لا يمكن. ده قاعد يفطس في سعره ويطفش المشتري اللي انا جايبه ودفع في القصر 10 مليون جنيه، بس مع اني كنت جايب في القصر ده 14 مليون جنيه. 10 مليون؟ لا لا يمكن فعلا. يا ما تحت السواهي دواهي. علي انا مش قادره اقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده ابدا. خلاص تعالوا اوريكم، بس بلاش انا اظهر في الصوره عشان ما يبقاش شكل وحش، لان بصراحه بقى هو وامه بيترعبوا من القر والحسد بطريقه مرضيه. يا ابن الايه يا حماده، كل دي ارض عندك ومتدعي الفقر ولسه؟ ده احنا بقالنا ربع ساعة ماشيين ولسه قدهم كمان. وبعدين لو دخلتي جوه كده هتدخلي بتاعي 2-3 كيلو كمان. يا عبد الصمد تعال. امر يا باشا. تعال امر يا باشا. بقول لك ايه، هو حمادة بيع عز وصاحب الارض دي كلها عرضها للبيع؟ لا يا باشا. طب هو بيجي كل كام شهر اما تشوفه مرة؟ طيب ماشي، يلا سلام عليكم. ألف ساعة الله بركاته يا باشا. سلام. يلا بلوش.
دي كلها شركات حماده، وده المبنى الاداري، وفي مصانع وفروع في كل حته في مصر. امال كان بيعمل كده ليه؟ ده خلاني جبت له فلوس الضرايب بالعافيه كانه خلاص هيتسجن. بيختبرك، بيتسنكح عليك. اصل ماما نونا طول عمرها تقول له اوعى تقول لحد انك معاك فلوس لحسن يضحك عليك وياخدها منك، علشان كده هو الوحيد اللي فالح فيها، نايم على خميره قد كده. انما بقى انا ونوال وكمال اخويا الصيت ولا الغنى. بس انا بقول عندي، عندي. وكمال اخوك بيشتغل ايه؟ بيشتغل هنا في الشركه دي عند حماده، هو اللي ماسك له الشركه كلها، بيديله بالعافيه 30,000 جنيه في الشهر.